من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري إلى عناوين الأخبار. بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للبرنامج القومي لرصد متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة، وذلك من خلال أخذ عينات من الأسواق المركزية بالمحافظات المختلفة. جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والمعمل المركزي للمبيدات لتنفيذ الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية. وأكد وزير الزراعة دكتور عبد المنعم البنا أنه تم تحديد الأسواق المركزية التي ستشملها عمليات التقصي والرصد في المرحلة الأولى، والتي تشمل 17 سوقا مركزيا ب 14 محافظة، وتم تحديد 11 محصول من محاصيل الخضر والفاكهة التي سيتم رصد متبقيات المبيدات بها. ده شيء بيتم لأول مرة في مصر، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات مع المعمل المركزي للمبيدات برعاية لجنة المبيدات الزراعية في الوزارة. طبعا ده شيء جيد، وده يدي الاهتمام بالمواطن المصري وبصحة المواطن المصري، وأيضا ده بيدي تعبير على التصدير. يعني هذا الوضع هيساعد في التصدير، للدولة بتهتم بما يدور في السوق المحلي، وبالتالي ده هينعكس عن التصدير الخارجي. خلال مؤتمر صحفي للإعلان، كما يمكنكم متابعة كل برامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني ignews.net. إلى هنا تنتهي نشرة 5. إلى اللقاء.